فحتى الام لما تيجي تقول لي ايه ابني كل حاجه فيه عضويه كويسه تمام، ده بهتم بيه قوي، طيب ايه مشكلتك؟ تقول لي والله الطفل ده ما بيتكلمش. اقول لها متاكده ان هو عضويا كويس؟ تقول لي اه، هو عن 3 سنين. فتخيل الطفل ده، قلت لها طب اكشفي عليه انف واذن، وجهتها للكلام ده. فلما عملت الفحص الطبي ده عرفنا انه في ميه على الاذن الوسطى موجوده، فهنا عشان كده الطفل ما بيسمعش، ما سمعش هيتكلم ازاي؟ صحيح. طيب فبدا ان هو عالجت المشكله العضويه، وعلى انه كبير مش صغير كده، اتكلم كويس. اه بالظبط، اكتشفته متاخر. فاحنا عشان كده دايما بنمر على المحافظات وبندي تثقيف صحي للمازرز او الناس المترددين على الوحدات الصحيه، وخاصه في المناطق النائيه، كمان احنا بنروح لابعد مكان وفي سن مبكر كمان، عشان ما نوصلش لمرحله ان يكون عنده 3 سنين واحنا مش عارفين هو بيسمع وما بيسمعش. دي الله عليك يا محمد، واضح ان انت شغال معانا ولا ايه؟ ده حاجه مهمه. لا انا هشتغل معاكم ان شاء الله بعد اتنورنا الحلقه. اتنورنا. الاكتشاف المبكر مهم جدا في حالات كل الاطفال المختلفين، يعني اما اكتشف مبكرا عندي حاله الام نفسها سابت الطفل مع اهله، مع الاهل اللي هم مين؟ اهلها اللي هم مين؟ الجده، وهي بتشتغل لوقت متاخر. فهنا الطفل وصل ل 9 سنين وهو ما اتعلمش حاجه غير اللي خده في المدرسه بس، خد اكاديميا بعض الحاجات، لكن ازاي يدرك؟ لا هي ما علمتهوش. ازاي ينتبه؟ ما علمتهوش. عشان كده الطفل كمان متاخر دراسيا. فعشان كده احنا كل مرحله ما نعديهاش الا لما نديلها حقها في النمو او في نمو المهارات في وقتها. انت قول الطفل بقى مختلف، زي ما قلت لي ان انا الاقيه متاخر عن بقيه سنه، او الاقيه عنده اعاقات مختلفه. طب ده بالنسبه للطفل اللي متاخر او اللي عنده اعاقات، ازاي اعرف ان ابني موهوب مثلا؟ ازاي تعرف؟ هل الموضوع ده ليه علاقه مثلا بعوامل وراثيه وجينيه؟ تمام، اكيد بيبقى ليه عوامل جينيه، لكن كمان في حاجات مكتسبه. احنا بنقوي اللي هو يعني عنده مستوى ذكاء كويس، احنا طبعا بنعمل اختبار ذكاء، والاختبار الذكاء ده بنعمله من 2 ل 85 سنة من عمر الانسان يعني. فاذا انا النهارده لقيت الطبيعي بتاع الذكاء هو من 90 ل 110، انا لقيته كده في الرينج ده، يبقى هنا الطفل هنا مناسب. لكن ازاي اقدر اطور ذكائه؟ هنا ممكن نقدر نطوره من مرحله لاخرى بشكل عن طريق التولز بقى، عن طريق الاكتشاف اولا طبعا، بعد كده بنقول تولز، عن طريق او لعب معينه، او عن طريق كمان الجلسات النفسيه. دي بتبقى جلسات طبعا معرفيه ادراكيه، بننمي عنده الانتباه من خلال وكل ده بتقوموا بيه من خلال المبادرات اللي بتقوموا بيها في المحافظات. احنا بنمر في المحافظات، كان عندنا اشراف مركزي عندنا في الاداره العامه للحد من الاعاقه اللي انا اتشرف بالعمل فيها يعني، فكان عندنا طبعا مرور على كل الحاجات الخاصه بالاطفال، وازاي نكتشف مبكر، وازاي نتدخل مبكر، وازاي نقول للام بس تلاحظ ابنك اذا كان مختلف، عنده قصور ما فنقدر ان احنا نعالجه بدري، ولو عنده حاجه يعني مستوى ذكاء اعلى ازاي اقول والله ده ابني ده كويس.